تحدث باسم الجمعية جمعيات الجالية الإيرانية في برلين. گیرم از ساقه بریدن بسی شاخه گل ریشه ها هست که صد شاخه دگر رویانن وبالرغم كل أغصان التي قطعت من وردة الحمراء فبقت هي حمراء، ونحن نتذكر هنا السيف الدامي لعام 1988، وأنا شاهدة من شهود عيان للصيف عندما شقيقي برويز استشهد في سجن حمدان، وإنه بكل بطولة وقف شهيدا ورغم كل دعايات التي أطلقها مجرمون الحاكمون لهذه المجزرة بأنها السجناء كانوا بالارتباط مع عملية ضياء الخالد، فإنني أشهد على أن قبل هذه العملية بفترة طويلة جدا كان قد تم تصنيف هؤلاء السجناء السياسيين عام 1988 في السجون، وكان النظام كان قد رتب وضعه من أجل هذا ارتكاب هذه الجريمة الكبرى. في سجن حمدان منذ شهر حزيران توقفت جميع اللقاءات، وأن جميع السجناء المناصرين لمجاهدي خلق تم تجميعهم وتم جمعهم ولكن بسبب الأجواء الكبت والغم داخل السجون لم يكن يعرف أحد ماذا يجري وماذا سوف يحل بهؤلاء. نحن كنا في أروقة السجون وبعيون معصوبة، كنا ننتقل من مكان إلى مكان من دون أن نعرف ماذا سيحدث وما هو مصير السجناء الآخرين. كل يوم كنا ننتظر أن يعود إلى الزنزانات وإلى غرف السجون هؤلاء السجناء النزلاء الذين كان تم نقلهم على عمل أن نجدد الزيارة معهم، ولكن بدلا عن ذلك كنا نشاهد بأن سجانين كانوا يقومون بتسليم الألبسة والجنت الصغيرة لملابس السجناء لعوائلهم عند موعد اللقاء، وعدد كبير من الأمهات وعوائل السجناء بسماع هذا الخبر ومن الحول من حوله استشهاد أبنائهم وفلزات أكبادهم كانوا يغمون عليهم. فلذلك نحن كعوائل الشهداء لن نغفر ولن ننسى، لن نغفر ولا ننسى حتى محاكمة ومغازاة كل هؤلاء فإنني أطالب المجتمع الدولي بأنه إن خامنئي وروحاني وإن هذا النظام سوف يتلقى الجواب النهائي من معاغل الثورة والانتفاضة، وأصرخ من صميم وجودي بأن فليعلم العالم بأن مسعود هو
زعيمنا. وإن جيش التحرير الوطني